كيف استقبلتم هذه الضربات الباكستانية؟ يعني اولا الاخبار التي يعني اول الاخبار التي اتت هي تقول ان هناك ضربات على قرية حدودية في منطقة سرازان، وان قوات الاسعاف تقول ان هناك 3 قتلى من النساء و4 من الاطفال كلهم من الجنسية الباكستانية وليس فيهم إيراني. نعم. يعني في تصوري أن ما حدث الآن هو يطرح ضرورة يعني التنسيق الأمني بين إيران وباكستان في ظل اتهامات متبادلة في دعم منظمات معارضة في البلدين. نعم. يعني ضمن هذا ما حدث الآن أتصور أن الضرورة الآن تفرض التنسيق الأمني بشكل كبير. قبل ذلك كان هناك تنسيق، ولكن في تصوري أنه لم يكن جديا بسبب أن يعني أسبوعيا تقريبا في إيران كان هناك هجومان من الحدود الباكستانية على المناطق الحدودية وحرس الحدود، وهذا يعني ما دفع إيران لرد الفعل هذا.